قال بولس بالرسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، وقد كان دخول الناموس سببا لكثرة الخطية، وحيث كثرت الخطية تفاضلت النعمة جدا، حتى كما تسلطت الخطية في الموت هكذا تفيض وتسبغ النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. فماذا نقول؟ إذن أنقيم في الخطية لتكسر النعمة؟ حاشا، نحن الذين قد متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد بيسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه في المعمودية للموت، حتى كما قام المسيح من بين الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن في الحياة الجديدة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.